وللحديث عن التأثيرات البيئية على المواطن العراقي في ظل جهود حكومية شبه معدومة لحل الأزمة رغم أضرارها على المواطن، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك دكتور هلال. يعني بداية، كيف تقيم طبيعة الواقع البيئي في العراق بشكل عام وفي ظل البصرة بشكل خاص، خصوصا في ظل الحالة المرضية التي بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياتي لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. مشكلة التلوث البيئي في العراق حقيقة مشكلة كبيرة جدا، لأنه هناك إهمال متعمد للمعالجات البيئية ومعالجات التلوث البيئي الذي حصل في العراق، بالذات في المناطق التي تكثر فيها آبار النفط والمصانع التي تتعلق بالصناعة النفطية. وهذا يتطلب حقيقة تطبيق المعايير الدولية في التخلص من الغازات الضارة، وهي غازات الأكسيد أول أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وما إلى ذلك، وأكثرها ضرورة وأكثرها ضررا حقيقة هي الأكسيد المنبعثة من غازات المصاحبة، لأن غازات سامة يجب أن يتم السيطرة عليها، وهي ثروة حقيقة في نفس الوقت قسم من الغازات المصاحبة مع استخراج النفط يجب أن تفصل ويستفاد منها، أما أنه تترك هكذا فهذا هو حقيقة ليس جهلا، وإنما هناك تعمد وعدم إدراك الحجم الضرر الذي قد يصيب المواطن، والمواطن آخر ما تفكر به هذه السلطات، لأنه حقيقة البصرة أو غير البصرة يجب أن تطبق المعايير الدولية. نعم دكتور هلال. أو بشكل عام. نعم دكتور هلال، الإهمال التام للبيئة في العراق كيف أسهم بزيادة الأمراض السرطانية والمزمنة رغم علم الحكومة بخطورة انتشارها؟ بالنسبة للتلوث البيئي الذي يؤدي بضرر مباشر على صحة الإنسان، وخاصة ما يؤدي إلى الأمراض السرطانية، مسبباتها كثيرة، من أهمها استخدام الأسلحة اليورانيوم المنظم اللي استخدمت خاصة في البصرة في مناطق العراق بشكل عام، أدت بشكل كبير إلى انتشار الأمراض السرطانية، هذا من جانب. الجانب الثاني الإهمال في تطبيق المعايير الدولية في الغذاء وفي معالجة التلوث الذي يحصل نتيجة الظروف المحيطة بالعمل، سواء كانت هذه الظروف هي البنى التحتية أو سواء كانت الصناعات المصاحبة أو ما إلى ذلك، نلاحظ أنه ارتفاع نسبة السرطانات في العراق بنسب كبيرة جدا، وخاصة بعد الحروب، بعد حرب ال91 استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لليورانيوم المنظم وما نعتم عنها، ثم أتبعها بعد ذلك بعد الاحتلال 2003 تبعها كل ما جرى على المؤسسات النفطية من أهمال، وإضافة تقادم الأجهزة في هذه المنشآت، عدم استخدام الغازات المصاحبة، عدم تخليص الناس من ضرر الغازات التي تنبعث، لأنها تشوف دكتور هلال أخطر الأمراض التي قد تصيب الإنسان وتصيب البيئة هي الملوثات الصلبة التي قد تنبعث، إضافة للغازات اللي هي الغازات الكبريت اللي هي حقيقة تشكل الخطر الأكبر على المواطن، لأنها تسبب ما يسمى المطر الحموي، يعني انتقال لمسافات طويلة تغطي مسافات كبيرة حسب سرعة الريح واتجاهها وين تتجه، وبالتالي هذا تدمير حقيقة. إلى سؤال جديد. نعم إلى سؤال جديد، يعني ترك البنية التحتية دون صيانة إلى أي مدى ترى أنه ضاعف نسبة التلوث في البلاد، ولا سيما ما يحدث من انبعاثات غازية ودخان أسود تحديدا في ناحية أم قصر بمحافظة البصرة؟ الإهمال الحقيقة هو إهمال متعمد. أنا قلت أن الذي يهمل في الذي أتوا إلى الحكم العراق ما أتوا لا للإصلاح ولا للإعمار. لاحظ أن المؤسسات النفطية في العراق قدمت وبقت على حالها واصبحت اسوء، لانه لم يتم تحديث هذه المنظومات وهذه المصافي، وحتى الابار الج...
الجديدة، نعم. إضافة إلى أنه انتشار الرشوة وانتشار الفساد الإداري أدى إلى التعاقد مع شركات لم تطبق المعايير الصحيحة، ولا توجد عليها رقابة من الدولة في استخراج النفط، لأنه الشركات الأجنبية يهمها الربح، وبالتالي أي تطبيق للمعايير الحقيقية للسيطرة على الملوثات هذا لم يأخذ نظر الاعتبار، فبالتالي أصبح المواطن هو الضحية. لكن لماذا ليس بالتجارة النفطية لكن في كل شيء، لكن لماذا لا يتم استقطاع جزء من مدخلات النفط لتحسين البنية التحتية للمصافي وإنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج الأمراض السرطانية والتي تسببت بها تلك الانبعاثات؟ الآن نحن قلنا أن عندما يكون هناك كمية مضيقة لأنه لتدمير البلد، هؤلاء الناس الذين أتوا لينفذون سياسات واضحة مرسومة لتدمير البنى التحتية في العراق والاستفادة القصوى من المال الحرام في العراق وسرقة المال العام، فبالتالي لا يمكن أن نطلب من فئة هذه صفتهم التي لازمتهم دوليا ولازمتهم محليا وعالميا معروف من هم هؤلاء، واخر هي ما تحدثت به دراسات في المجلس الامن تحدثت به بشكل واضح عن نوايا هؤلاء، فبالتالي هل نطلب من هؤلاء الناس الذين اتوا لاغراض تنفيذ اجندات لتدمير البلد ان يعمروا البلد؟ ماذا قدموا للعراق منذ 2003 ولحد الان؟ ليست على المجال النفطي وانما النفط اصبح سلعه لكي يتم سرقتها. أما ماذا تقدم مقابلها من خدمة للمواطن العراقي هذا آخر ما يفكرون به، وهذا واضح جدا لأنه الآن البصرة هي المنفذ الوحيد الرئيسي لتصدير النفط في العراق، فلا يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الناحية الصحية ومن الناحية من ناحية التلوث، شكرا. من ناحية السيطرة على التلوث، من ناحية الصرف الصحي، من ناحية الاهتمام بصحة المواطن، هذا كله لا 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 ليس له وجود لا في تفكيرهم ولا لا تخطيطا ولا تفكيرا، بالكلام ربما تجد احد يتحدث بهذا الموضوع لكن لا احد يهتم بصحه المواطن، لا انشاء مستشفيات، ماذا انشاوا منذ 2003 الى الان؟ انا اشهد لهم انشاوا مقابر وانشاوا المقابر الجماعيه وانشاوا هذا مبدعين. وضحت الفكره. ماذا قدموا للمواطن حقيقه في العراق؟ لا شيء. شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.